هذا فقط لحتى يكون الشخص معروف أو مشهور، وبالتالي تكريمه من قبل المسؤولين على تفاهته، قصدي على نغاشته اللي بيقدمها للمجتمع، أو لحتى يكسب المال من اللايكات واللايفات واللي هو من أهم أهداف الناس اللي بتطلع عشانها على السوشيال ميديا. سلام. الأضواء والشهرة على السوشيال ميديا إلها بريق خاص بصعب على أي إنسان إنه يتجاهله، وبأي لحظة ممكن يضعف الإنسان أمام هاي الشهرة وبيقوم بالاستهزاء من نفسه أو التهريج بذاته أمام الملأ. ليش؟ لحتى يكون شخص معروف أو ترند مهما كانت نوعية الرسالة اللي بيقدمها على وسائل التواصل الاجتماعي. هاي المشكلة صارت مثل المرض أو الهوس للناس اللي بتلهث وراء هذا الطريق، وممكن تكون الأسباب وراء هاي المشكلة نفسية، وممكن تكون مشكلة شخصية بتتعلق بابتقار الشخص لنفسه بالعلاقات الاجتماعية، لهيك بتدفعه لخوض هذا الطريق اللي هو بالأساس مش إله. الكل بيدعي بأنه هو فاشينيستا أو بيدعي أنه خبير بالجمال والشعر والكتابة، رغم أنه ما إلهم أي علاقة بتجمعهم بهاي الميادين اللي عادة بدها تراكم خبرة سنوات لحتى تسقل أي شخص من موهبته فيها. لكن الكل حاليا صار شاعر وكاتب وفاشينيستا وحتى ميك اب آرتست، وبيبحثوا عن الشهرة ولو بقصيدة أو كتاب واحد قرأوه أو سفرة سافروها بتجعل منهم أو يصوروا فلوجات على السوشيال ميديا. الرغبة في الشهرة ممكن يسعى وراءها كثير من الناس لتخفي إحباط أو اضطراب نفسي غير مشخص، وبتقدم الشهرة وعد بذلك. كيف؟ بالهروب من العزلة، سواء كان ذلك حقيقياً أو بصورة متخيلة. في عام 2014 أول تحدي صار على السوشيال ميديا كان هو دلو الماء البارد مع الثلج، اللي كان عدد من كبير من المشاهير بيعملوا بسكب الماء البارد والثلج على نفسهم، وكان للتوعية بمرض تصلب دموري في العضلات أو في الأعصاب. وعدد من المشاهير خاضوا هذا التحدي ليقدروا يوعوا الناس ويعالجوا الأشخاص اللي بيعانوا من هذا المرض ويجمعوا تبرعات. ومن هون ظهر ما يسمى بالترند اللي كان بالبداية غايته سامية وإنسانية، لكن الهوس بجمع أكبر عدد من اللايكات والإعجابات خلى ناس كتير بدها تعمل أي ترند غريب وعجيب وغير مألوف ليصيروا مشهورين. وصارت ترندات السوشيال ميديا في بعض الأحيان خطيرة إن لم تكن قاتلة، فمنهم اللي بيحاول ينتحر أمام الناس على الكاميرا، ومنهم اللي بيحاول يسوقوا بطريقة جنونية، ومنهم اللي بيحاولوا يرقصوا بوسط الشارع وبيعرضوا حالهم للمخاطر، عدا عن اللي بيأكلوا كل ما هو حار ولا يحتملوا أي إنسان، لحتى أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بسبب هذا الترند. الهوس اللي مشي على مبدأ خالف تعرف أحياناً، أو الخوض في أعراض الناس أحياناً أخرى للفت الانتباه، أو استغلال الأطفال واستخدام مواد خطرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما عبر تطبيق تيك توك، تضمن سلوكيات وإجراءات خطيرة وغير أخلاقية وغير قانونية أيضاً ضد أشخاص بيعيشون مع مرتكبيها في المنزل أو حتى زملائهم في الدراسة أو العمل. كل هذا فقط لحتى يكون الشخص معروف أو مشهور، وبالتالي تكريمه من قبل المسؤولين على تفاهته، قصدي على نغاشته اللي بيقدمها للمجتمع، أو لحتى يكسب المال من اللايكات واللايفات واللي هو من أهم أهداف الناس اللي بتطلع عشانها على السوشيال ميديا. ظاهرة ركوب موجة الترند حالياً ما عادت حكر على فئة ما أو جهة ما، ولكنها أصبحت الوسيلة الأشهر والأسلوب الأمثل لكل البشر، وأصبحت ظاهرة الترند متغلغلة في تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة، وتحول الاهتمام فيها وملاحقتها إلى هوس بل إلى جنون لا يمكن مقاومته فضلاً عن رفضه، وأصبحت ملابسنا وأكلاتنا وفرقنا ورحلاتنا ونجومنا بل واختياراتنا وقناعاتنا صدى مباشر لهاي الترندات اللي بتضخها وبتروجها شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل وسائط الإعلام الجديد. ترندات بتقودنا وبتوجهنا لأفكار وسلع أحياناً ما بتكون مناسبة إلنا ولا ملائمة إلنا، لكن عملية معقدة ومتشابكة إلها أدواتها وتأثيراتها وأجنداتها اللي قد تسلب فكر ووعي المهووسين بهاي الترندات والموضات اللي صارت عناوين بارزة في حياتنا.
الترند وغيره من ملامح وتفاصيل المرحلة الجديدة اللي بمر فيها العالم واللي لا يمكن استيعابها والتكيف معها، لكن الخطورة بتكمن لما يستخدم ويوظف البعض من هؤلاء الأشخاص للترندات المثيرة لتسليع حياتنا وتفريغها من قيمها الحقيقية، ونتحول كلنا لمجرد متابعين مهووسين بأرقام ومؤشرات واتجاهات للترند. أما وسائل الإعلام التقليدية اللي يفترض إنها الرادع والجهة اللي بتتبنى دور التوعية بالمجتمع ما وقفت مكتوفة الأيدي، ففي إطار سعيها لملاحقة ما يسمى بالترند أصبحت تتناقل أخبار وفيديوهات من يثيرون الجدل على السوشيال ميديا لحتى تصنع منهم نجوم ويتحول مواطن قرر عمداً أو دفع عن غير قصد لمشاركة جزء من تفاصيل حياته اليومية إلى حديث الصحف والمواقع والفضائيات. إحنا بنعيش في عالم بابه مفتوح على مصراعيه، وفي حال تركنا كل ما هب ودب على عقولنا وبيوتنا وأولادنا رح تنتشر الأوبئة العقلية والنفسية والأخلاقية بيننا، ورح تكون النتيجة دمار على كافة الأصعدة. لهيك خلينا نكون أوعى بمراقبة أولادنا وبناتنا وحتى أنفسنا لحتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من جيل عايش بمهب رياح مواقع التواصل الاجتماعي. أنا كالعادة دائماً بتمنى لكم أجيال بكامل وعيها العاطفي وصحة نفسية من أعلى المستويات. أنا شادن صالح في برنامج جدل، تابعوني على شبكة منصات اللي لينكاتها موجودة بأول تعليق. سلامات.